صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يوم جديد كده علينا، ان شاء الله ربنا يجعله دايما علينا يا رب، كده يوم يعني نبقى مبسوطين فيه وفرحانين كلنا يا رب، واللي عايز حاجة من ربنا ربنا يحققها له، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه في حياتنا، لينا ولولادنا ولكل الناس اللي احنا بنحبهم. النهاردة اصور فيديو جديد، فكرة جديدة. انا هسأل كل العيلة، انتوا لو انتوا مثلا في مكاني ممكن تعملوا ايه؟ لو انتوا عشتوا في حياتي انا في مكاني انا لمدة 24 ساعة، ايه اللي انت هتعملوه؟ تمام، بس خليكم معانا وعيشوا معانا اليوم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا، نشوفوا ردود الافعال بتاعت العيلة كلها، وشوفوا مين اكتر حد رد فعله هيعجبكم واكتر حد رأيه هيعجبكم. وان شاء الله لو الفيديو عجبكم متنساوش تعملوا لايكات كومنتات، وعايز زرار اشترك في القناة. وصلنا 500,000 مشترك، ووصلوا سندريلا غزل ل 50,000 مشترك، وكمان عملوا فولو للانستجرام. خليكم معانا ونشوفوا، تعالوا نشوفوا اول راي واول اول راي معانا مين، وشوف مين بقى اللي هيبقى رايه احسن. يلا بينا. ندى، لو قالوا لك انك تعيشي مكاني لمده 24 ساعه، مكانك انت؟ هتعملي ايه؟ يعني لو انت هتبقي انا لمده 24 ساعه، ايه اللي هتعمليه؟ هعمل ايه؟ انت تعملي ايه؟ لا يعني ايه ممكن اللي ممكن عايزاني مثلا، يعني ايه اللي انت مش شايفاه مش عاجبك في حياتي تغيريه؟ ايه اللي ممكن تمشي عليه؟ ايه اللي ممكن تقولي انا ما اعملهوش؟ يعني كده، انت فاهمه ازاي؟ لا مش فاهمه. يعني مثلا انت عشتي حياتي لمده 24 ساعه، اكيد في حاجات مش بتعجبك في حياتي او في شخصيتي، في حاجات بتعجبك، فايه ممكن الحاجات اللي تمشي عليها، وايه ممكن الحاجات اللي هتتخلي عنها؟ انا مفيش حاجه مش عاجباني في شخصيتك، يعني عادي. شكرا. كده مفيش حاجه، هعيش زي ما انت عايشه اليوم كامل 24 ساعه. اللي انت بتعمليه انا هعمله، يعني بتطلعي تفطري غزل ويزن، هطلع معايا هطلع افطر غزل ويزن، انت فاهماني؟ بعد كده انزل اصور، بعد كده اطلع اغديه، وبعد كده انام عشان انا تعبانه. يعني ده اليوم اللي هتعيشيه؟ يعني مفيش مثلا حاجه مثلا مش عاجبك، لا ده انا هغيرها مثلا عند ايه؟ لا يعني كده خلاص، انا كده اول 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 شخصيه معينه في التمام. لا. طب الحمد لله، شكرا يا ندى جدا، وشكرا لرايك. شكرا يا ندى. كوكي ده حناس قلبي على جمال يا ناس. جمال ايه دي؟ اول ما نزلت طلعت تجري عليا، شفتيها؟ لا لا، باي باي يا كوكي. انا باي، دي بص بحبك. ايه؟ والله العظيم يا ايه، تمسك التليفون الارضي وتقول ايه، لحد ما شلتهولها خالص. على فكره كل الكون الاطفال كده، صالح، حياه، فيروز، كلهم كده والله العظيم. ايه لحد ما انا فصلت الواي فاي خالص. بس بس ماسكه كانها ماسكه التليفون بس. يا خلاص كلمي ايه. يلا ايه. الو يا ايه، خدي معاك كلمي ايه. خلصي. شكرا يا مك. معانا تاني النهارده شخصيه، ماما. نعم. لو خيروكي تبقي مكاني لمدة 24 ساعة هتعملي ايه؟ والله تصوير وكده ومش عارفة ايه والحاجات دي ما بحبش كده. طب اما هتعملي ايه؟ عادي اعيش وخلاص، ما بحبش اعمل الحاجات دي. طب سؤال دلوقتي انا بسألك، انت شخص، انت هتعيشي بشخصيتي انا لمدة 24 ساعة، ايه اللي هتعمليه وايه اللي مش هتعمليه؟ انت فيكي حاجات حلوة كتير وحاجات وحشة كتير مثلا. ايوه ماشي. ده الحاجات الحلوه ممكن معيش، الحاجات الوحشه لا. ايه هي مثلا حاجه؟ قولي لي حاجه من الحاجات الوحشه. الحاجات الوحشه اقول عادي؟ قولي قولي. مثلا انت متضايقه من حاجه تخشي تطلعي انت ضايقتك فيهم، طب هم ذنبهم ايه؟ لا انا مش بعمل كده على فكره. بتعملي كده؟ هما اللي بيقوموا مضايقيني. لا طيب ماشي، عيال صغيره مش فاهمين حاجه اصلا. اصلا دول فاهمين كل حاجه. عيال صغيرة عايزين يعيشوا حياتهم، الناس كلها عايشة كده، محدش بيعمل في عيالهم كده. ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ حاجات وحشة ولا حلوة؟ قولي اللي انت عايزاه، انت بوظت الدنيا ما تقولي بقى وخلاص. الحاجات الوحشة، انت طيبة وكل حاجة حلوة فيكي. الحاجات الحلوة، انت كل حاجة حلوة فيكي، حنينة وكل حاجة. بس فيكي حاجات مش اللي انا قلت لك عليها، ان انا عصبية يعني. عصبية وما بتجيش معايا سكة ولا الحاجات دي كلها. بس كده. شكرا لرأيك يا ماما. شكرا. ندى. هاي يا بيبي. ندى هسألك سؤال. هاي يا ندى،
لو عشتي مكاني لمدة 24 ساعة. عشت مكاني؟ يعني يعني عيالك عيالي لو عشتي بشخصيتي في مكاني في حياتي في كل حاجة في حياتي لو عشتي في مكاني لمدة 24 ساعة، ايه اللي هتعمليه في حياتي وايه اللي مش هتعمليه؟ ايه اللي هعمله في حياتك؟ ايه اللي هعمله سؤال صعب صدقي؟ اه وايه اللي مش هعمله في حياتك؟ لو حامل في حياتك هخرج كل شوية بقى واجيب لبسي بالهبل بقى واخرب الدنيا. ايوه ماشي. دي حاجة اللي مفترة منها. ماشي. اللي مش هعمله في حياتي اللي مش هعمله في حياتي عادي قولي عادي بصراحة. مش هشرب شاي. مش تشربي شاي؟ طب وايه تاني؟ دي اكتر حاجة ما بحبهاش. يعني الشاي؟ لا لو تشوفوا كوباية الشاي بتاعها اطول من التليفون يا جماعة. تعيان. قد ايديها. جردة الشاي والله. جردة الشاي؟ ده امبارح يا جماعة ايه استغلينا الكوباية غبية ده بنحط فيها كيس البسكوت اللي خلص. لو قالوا قعدت مية كيس مش هتصدقوني. يعني دلوقتي هي دي بس الحاجات اللي انت ممكن تعمليها في شخصيتي ودي الحاجات اللي مش هتعمليها. ايه انا عامله لكم مفاجاه النهارده. ايه؟ توقعوا ايه؟ ايه هي؟ انت حامل. الف مبروك يا قلبي. توقعوا ايه؟ لا يا ستي ده مكه مزهقاني. يا ستي ما تبشريش. مش عارفه. هقولها لكم النهارده. هتقولها لنا النهارده؟ 50,000 مشترك؟ ما كملوهم يا بنت من زمان 150 دول. 250 250 لا مش لا عيد ميلادهم امتى؟ ما فيش عيد ميلاد. ده عيد ميلاد بس 16 واحد. يبقى هو عيد جوازي. ايه اللي هيجيب مفيده في ايه في عيد جوازي والنبي؟ يلا مش عارف. اللي عاوز يعرف المفاجاه دي خش على قناه بنسى. لا قولي كده بقى. لا والله هقولك على المفاجاه. يبقى ايه لو انت في حياتك كنت عملتي ايه؟ في حياتك؟ اه 24 تعالي كده هاتي الكاميرا دي. اتفضلي. هتعملي ايه لو انت في حياتي؟ ومش هتعملي ايه؟ ايه صعب صح؟ مش عارفه. اه صعب. قولي يعني مثلا لو انا مكانك هعمل ايه؟ اه لو انا في حياتك مكان حياتك؟ مش عارفه. لا مش عارفه بس ممكن اخد حياه في حضني طول اليوم اللي انا هعيشه مكاني. طب لو مش مكاني؟ يعني لو الحاجات اللي مش حباها يعني؟ اللي تغيريه. تعالي وانا عشان الميه حبايب. مش عارفه والله بجد. قولي احسن. اللي غيره ما بشربش شاي يعني. لا مش معرفش يمكن عشان السؤال ما فكرتش فيه او مش عارفه. لا هتجاوب ولا امسح الفيديو خالص؟ لا والله العظيم مش عارفه فعلا. انت عشان انت لما سالتيني انا خدت السؤال مش عارفه اجاوب. طب لو في حياتنا ده مرات محمد اللي هعمله وايه اللي مش هعمله؟ اه اللي ممكن مش هعمله اللي ممكن بحس ان ندى غلبانه وطيبه جدا. اه بس فيها ساعات بتطلع بوم كده مره واحده. برج الثور يا قلبي. برج الثور يا عمري. برج الثور يا جماعه. انت كنت بتضحكي في الشات تحسي نفسك عملتي كده. والله مثلا ايه نبقى قاعدين عندي يضحكوا انا ايه مثلا ايه. بس اقول لك حاجه دايما يكتبوا على برج الثور ده ان انتي تاخدي منهم صداقه بجد وحب بجد معنهمش هزار معنهمش هزار. بس مش مشكله في مثلا يوم التحدي بتاع الملاهي لما كنا في السنودي انا لسه ايه انا جايه اقرب من قالت لي ايه يا داش زحمه التحديات ايه انا عملت ايه لا اتخضيت انا اتخضيت لا انا في ايه مثلا لما كنتش في تحدي كنت فعلا زعلت. هو لو حد ما يعرفهاش ممكن ياخد على خاطره منها بس بما انها بقت مننا وعلينا هوبا يلا بس فما اعرفش بس حاجه ثانيه اصل انا بيتي فيروس كده والله والله العظيم لو تقول لي في وشك انا ما بحبكيش فيروس اه فيروس صح انت فاهمة ما يفهم عندهمش الخوف ولا حاجة اه هي عندها كده ندى اه بحبك بحبك ما بحبكيش لا يعني مثلا ايه اللي ما عجبنيش اه انا مش عاجبني ما بيعرفوش اللي فوق اه اه انا مش كده بس كده اي خدعة اي خدعة ده ممكن اللي انا ايه مش الحاجة اللي مش بتعجبني في ندى مثلا هي ايه هوبا كده مرة واحدة بس لا كده الصاروخ كده مفيش حاجة تانية بس شد شعري دلوقتي شد شعري رتبت احمد دلوقتي هسألك سؤال صباح الخير احمد
ينهار ابيض على المناظر. احمد صباح النور. صباح الخير. دلوقتي انت يا احمد لو عشت مكاني لمده 24 ساعه ايه اللي هتعمله في حياتي وايه اللي مش هتعمله في حياتي؟ لو عشت مكانك 24 ساعه يعني ايه اللي حياتي مثلا مش بيعجبك هتغيره وايه اللي هتخليه مثلا موجود عادي؟ هتعيش ازاي في حياتي يعني؟ حياتك مش فاهم احمد. نعم. لو عشت في حياتي تبدل الارض هتعمله ايه اللي مش هتعمله؟ اسمه ده اول حاجه مش هنزل لك فيديو على اليوتيوب. ليه؟ ليه يعني؟ هفنيخ بقى. ماشي. الله. ومش همنتج. ارتاح يوم. وبعدين يعني لو انا في حياتك يعني وقف لي. ماشي. و هفنيخ. حلو. هفنيخ دي واروح بقى اقضي يوم بقى على البحر بقى واعيش بقى. بس هو انت جاي ترتاح لي وانا مش انا ولا ايه؟ انا هريح نفسي. انا عايز افهم بس. انت تريح نفسك عندي وعيالك اديهم لامك. خدوا كده بقى. انا قلت لها مش هشرب شاي لو مكان. لا ده استني بس ده جاي يريح نفسه عندي بدالي. اقسم بالله. وبعدين ومش همنتج فيديوهات وانزل لك ما في اليوم اللي انت برضه مش هتنزل فيه فيديوهات ليا انا مش هنزل لك فيديو ليك. لا انا حياتي شغاله ومش دعوه. طب وانا حياتي شغاله خلاص. وايه تاني؟ ولو انا بآية يعني. يعني لو انا آية ممكن اعمل حاجات كتير جدا. ماشي. ايه مثلا؟ ايه بقى؟ ممكن ادي عيالك لامي. اقول لهم خدوا عيالكم معاهم طول اليوم. وانا فانيخ بقى باقي اليوم. يخرب بيت الفانيخ اللي انت معيشنا فيه. انت عامل للدرجه دي ولا ايه؟ والله. ماشي. وايه تاني؟ بص يا جماعه اصحى من النوم من اليوم من النوم يعني اقعد ولا عيال ولا اي حد ولا مش عايز اعمل اي حاجه. اطلع البس كده زي الباشا اخد عربيتي اطلع. هو ده اللي بتعمله طول اليوم؟ والله ابدا. طب ما تعمل كده. اطلع ده اكتر واحد اخد راحه في البيت. ايه اللي معطلك يعني؟ حاسس بنات افكار ايه شغاله يعني ايه؟ في حاجات ياما قوي شغاله في دماغي. بنات افكاري. والله العظيم يا جماعه انا بصوا انا ممكن انام الساعه 2 بالليل او الساعه 3 لان الساعه 8 الصبح 9 الصبح فايق. مش عارف دماغي شغاله مش عارف ليه. يعني بقالي حوالي شهر على الفطار. ربنا يقويك. والله العظيم حاسس بالي مشغول. ربنا يقوي. يبقى حب جديد. ممكن. ندى واقفه. ندى اخبطيه بحاجه يا ندى. يلا تخيلوا يا جماعه لو مثلا ايه لو مثلا انا اتجوزت على ندى. اطلعها معايا في التحديات ازاي؟ لا ما انت حبيبي اصلا انا مش هبقى عايشه معاك يا حبيبي. مش هقعد هبلك في ليه وي عاجبك اللي بيقول اصلا هو فاكر بقى اللي هو هيتجوز وانا هرضى بنصيبي واقعد اربي العيال جنبه بقى واتجوز يا حبيبي وانا قاعده في الاوضه اللي جنبه. طب ادوني سبب في الكومنتات مقنع لو انا اتجوزت على ندى مراتي الثانيه اجيبها في التحديات اقول لها ايه؟ اقول لها مثلا طلعتها ندى عمت عمليه تجميل وطلعت برج الرقم 2. لا ما انت تطلعي معانا. لا يا حبيبي يا بنتي ما انا مش هقول لك ان انا اتجوزتها اقول لك مثلا معجبه عايزه معجبه معجبه بعد المعجبه دي لو انا مكانك انت اول ما اصحى من النوم احمي يزن وغزن والبسهم هدومهم. ايوه. وفطرهم. والعب معاهم. ومشيهم على البحر شويه بعد كده اغديهم. بعد كده ممكن اخليهم يلعبوا بالعجل. وفي العشاء بقى في العشاء ممكن اغشهم بره. وبعد كده نرجعوا ناموا. ويصحوا تاني يوم. لا وبعد كده يزن يصحى بالليل. هيقول لي عايز اعمل حمام ادخله الحمام واطلعه. وايه تاني؟ وبعد كده اصحى تاني يوم بقى خلاص كده. طب ايه اللي مش هتعمله في حياتي؟ ايه اللي انا بعمله انت مش حابب ان انا اعمله في حياتي؟ او انت ايه الحاجه اللي بعملها؟ بص الحاجه اللي مش هعملها قول عادي بصراحه. بصراحه مش هضرب العيال كل يوم. بس مش بضربهم كل يوم. يعني ايه يوم او يوم لا؟ لا والله ولا يوم او يوم لا. ما اليوم بتاعي دوت اللي انت هتضربيهم فيه انا ما هركزهم منه. يعني يا محمد اقول لك على حاجه. مثلا دلوقتي انا بضربهم كده لله في لله. لو بصراحه يزن يزهق بصراحه. وغزل دلوقتي بقى عايشه في دور ايه؟ نعم ما بتسمعش الكلام. دلوقتي عدلها ايه؟ واحد اتنين قبل ما اكمل ثلاثه تكون عملت الحاجه. لا بقى اسمه ده؟ ممكن بتكبر. ممكن بتكبر. لا لا العيال كلهم دلع. احنا مدلعين العيال كلها. صح انا عارفه. هو الدلع هو اللي بيعمل كده. يلا ايه تاني يا محمد؟ واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولو جات كتير وكومنتات اكتر ووصلوا ايه ل 400,000 مشترك. 500,000 مشترك. وايه تاني؟ طب رجع كده ورا بقى. برنس مصر ضدك. ريكاس برنس مصر على طول موجود. موجود برنس مصر ملوش حدود. ارجع بقى. ماشي يا محمد. برنس مصر مكمل عشانكو. ماشي يعني دي الحاجات مصر.
اللي انت هتعملها في حياتي دي. وفي الحاجات انا على فكره قصاهم زي يوم ما كنت بعمل الحفله. لو في حاجات تانية لسه اقولها لك. ايه هي؟ يعني انا مش هلبس هدومك اكيد. دي الحاجه اللي انا لسه اقولها لك، هلبس هدومي طبعا. ايوه ايوه فاهم ازاي؟ بس كده وكملوا معانا بقيه اليوم. ماشي شكرا يا محمد. بصوا يا جماعه بيظبطوا الجنينه. مش متخيلين يا جماعه كل ده طالع من الجنينه، متخيلين؟ حاسه ان الجنينه نورت. بصوا شايفين والله الجنينه نورت. حياه حياه يا قلبي يا روحي انا احبك. هاتي بوسه، هاتي بوسه بسرعه، هاتي بوسه بسرعه، هاتي بوسه بسرعه، هاتي بوسه. انت بتعمل ازاي؟ بص بتعمل ازاي حياه؟ انت بتعملي كده ليه؟ هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه. الله الله بص ماسكني ازاي. حبك حبك وانا حبك. بص بتعملي ازاي؟ حبك 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 وانا بحبك. بصي بصي هنا، بصي بصي الكاميرا. بحبك. انت قمر، انت قمر. انت بتعملي ازاي؟ مامي ايه يا غزال؟ بصي بصوا الجنينه يا جماعه من فوق بقى شكلها جميله تحفه، كانها اتحددت بقى شكلها حلو قوي قوي. بصوا كمان اللي بيسقوها حلو قوي قوي بجد. الله بجد حلو قوي. شكلها بقى تحفه، نظفوها بقت جميله بصراحه. الصراحه انا ايوه بصي ايوه في ايه؟ اه حمامه اهي اهي يا خلابي جبتها. بصي هنا قريبه اكتر، تعالي عندي تشوفيها اكتر. بصي بصي اهي قريبه كده اكتر صح؟ اه بتاكل. اسالك سؤال. لا خلاص. بصي يا غزوله، لو هتعيشي مكان مامي لمده 24 ساعه هتعملي ايه مامي بتعمله ومش هتعملي ايه مامي بتعمله؟ الاول عايزه اسالك سؤال. لا بصي دلوقتي انت اتقالت ان انا بضربك انت ويزن على طول، انا بضربك على طول بصراحه. بصراحه قولي الصراحه ما بهزرش. الصراحه اقول لك على حاجه. قولي انت بتقولي حاجه، بتقولي حاجه يا غزه السي بي دي برضه بعتها يعني قصدك يعني بقول لك مثلا بحذرك يا غزه ما تعمليش الحاجه دي تاني. وبعملها تاني. يا غزه ما بتعملش حاجه دي تاني. وبعملها تاني. ما بتعملش حاجه دي يا غزه تاني. بعملها تاني. عشان كده بضربك صح؟ بتزعلي مني يا غزه؟ لا. بجد؟ ما اقدرش ازعلك والله. انت ويزن انت حب عمري كله، بس لازم اعلمكم عشان انا بقول لكم مره واثنين وثلاثه ما تعملوش كده وانتوا بتعملوا، فلازم اعلمكم الصح من الغلط وانتوا تعملوا كده وما تعملوش كده صح؟ صح. زعلانه مني؟ لا. هاتي بصي على الهوا. بعشقك. بصي بقى يلا نرجع لسؤالنا دلوقتي يا غزل، ايه اللي لو انت ممكن تعمليه انا بعمله وايه اللي مش ممكن تعمليه انا بعمله؟ يعني مثلا في حاجه انت بتحبيها فيا انت ممكن تعمليها، وفي حاجه انا بعملها انت مش بتحبيها فمش هتعمليها، ايه هي بقى؟ ايه هي؟ اول حاجه الحاجات اللي انا بحبها. أو. اول حاجه بحبها اللي انا عاملها فيكي. بحب اعمل يعني انت مثلا ايه مثلا اي حاجه. حاضر يا غزل. يعني انا بقولك على كل حاجه حاضر. يعني بعمل بجيب لك وبعمل لك اللي انت عايزاه وبجيب لك اللي انت عايزاه، دي حاجه اللي انت بتحبيها. وايه تاني؟ تالت حاجه ايه هي؟ ايه هي؟ قبل تيجي تقولي يا غزل انا بحبك قوي، بحب بعشق كده في حياتي. يا حبيبه قلبي. يعني انا لما اجي بقول لك غزوله انا بحبك قوي انت بتحبي كده؟ والله وانا بعشقك وقسما بالله. طيب وحاجه ثانيه؟ حاجة تانية قبل تيجي بتقولي انا معيش فلوس وانا بقولك حاضر يعني مثلا انت عايزة حلوة دلوقتي. ومعيش فلوس. ماشي فلوس. فلوس فلوس فلوس. قبل تيجي تقولي عايزة مثلا يعني مثلا لما انت تيجي تقولي لي ماما انا عايزة مثلا حاجة حلوة، فبقول لك يا غزل انا النهارده مثلا معيش فلوس. بس هقول لك على حاجه، انت عارفه انا بقول لك معيش. استني اقول لك على حاجه. قولي طيب. قولي طيب كملي. انا عايزه حاجه حلوه. انا قلت لك معيش فلوس. فلوس. فراحت بقى انت قلت لي جبت مثلا جبت حاجات قد كده. قد الدنيا دي كلها. يعني ثاني يوم بجيب لك حاجات اكبر؟ يخلوني. برضه هجيبها من غير فلوس.
تساعدي يا حياتي يعني انا يعني انت فاهمه. بس اقول لك على حاجه، انا لما بقول لك معيش فلوس مثلا في الوقت ده، ببقى انا عايزه اعلمك انك تصبري، وانك ما مش كل حاجه تطلبيها لازم تيجي عشان تتعلمي الصبر. فاهمه؟ فاهمه ازاي؟ بس مش عشان انا مش بيبقى فعلا معيش فلوس، لا انا بيبقى معايا فلوس وانت عارفه كده كويس. بس انا بضحك عليا. لا مش بضحك عليك يا حبيبتي، انا بعلمك الصبر، بقول لك يا غزل لازم تتعلمي مثلا انك مثلا مش مثلا مامي انا عايزه حاجه حلوه دلوقتي، لا طب انا دلوقتي معيش فلوس يا غزل، خلاص بكره. فاهمه يا قلبي؟ فهم. بس انت يعني انا مبسوطه انك بتقولي ان انا تاني يوم بجيلك بقى وجايبه لك حاجات كتير قد كده. قد كده وانا في البيت برضه مثلا بفرك على التليفون. يعني بتفرجي على التابلت بقى، بعمل لك سربرايز. انت حياتي. قبل بس انا فصل بحط على شحن كده وبخبيه ورا مامي وبفضل عليه بكخ. برافو عليك. وتصحي تقولي ايه ده؟ انت بتفصل؟ كأنك ما عملتيش حاجة صح؟ ولا في حاجة فصل. خلاص طيب، عايزة اسألك على حاجة كمان، ايه بقى الحاجة الوحشة اللي انت مش بتحبي ان انا اعملها بصراحة ومش بس؟ انا مثلا 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 عايزة حاجة حلوة. اوكي. او اسمها ايه دي؟ ايه ده؟ او لعب. تمام. فانا قلت لك عايزة اللعبة دي. ماشي. انت قلت لي اللعبة دي مش حلوة. فانت عجبك بس قلتي مش حلوه. ضحكت عليا وقلت لك يا مامي ما هي حلوه. هو يعني انا بجيب لك يعني مثلا يعني، طب ايه سؤال، مش انت اللي بتختاري اللعب ولا انا اللي بختار؟ انا. طيب ما هو بصي يا حبيبتي، انا اكبر منك، مثلا في لعبه ممكن انا اشوفها ان هي مش هتنفعك. فاهمه؟ فلازم فاهمه ازاي؟ فلازم انا اختارها، او انا مثلا بقول طب بصي ايه رايك في دي، او ايه رايك في دي يا غزه، طب بصي دي احلى فيها كذا ودي احلى فيها كذا، فانت بتختاري، فانا بخيرك بين اتنين. يعني بقول لك طب خلاص سيبي دي على جنب شويه واختاري بقى بين دي ودي. انا يا حبيبتي اكبر منك، فاهمه ايه اللي ينفعك اكتر وايه اللي ما ينفعكش. فاهمه؟ طب ايه تاني بيضايقك في مامي يا جماعه؟ انا في مره لقيت حاجات اللي انتوا بتركبوها دي، اللي هي حاجه السيركله دي، حاجات بتتركب مكعبات. لا مش مكعبات، اللي هي حاجات السيركت دي بتركبها في حاجات بقى وتقدر تعملوا خواتم. ايوه الاساتك الصغيره. فماما قالت لي العيال بدو، قلت لها مامي انا عايزاها. ما انا قلت لك ايوه، في جماعه اللي هو الباكج كده على بعضه، اللي هو بتاع الاطفال بيعلموا الاطفال يعملوا اكسسوارات. انا قلت لها احنا معانا اطفال في البيت كتير، لما تكبري شويه هجيبها لك. ليه بقى؟ في معانا مين؟ معانا حياه ومعانا صالح ومعانا مكه، فعلى طول بيقعدوا معانا وانت بتلعبيهم باللعب بتاعتك صح. فلو هم جم مش يعني ايه بلعب بتاعتك. فلو هم جم يا حبيبه قلبي لعبوا باللعب بتاعتك، ممكن يبلعوا حاجه يضرهم، حرام. او ممكن يكسروه صح ولا غلط؟ فعشان كده قلت لك لما تكبري شويه وتعرفي يعني ايه تبقى لعبك كده محطوطه في حته لوحدها، هجيب لك والله اللعبه دي واللي انت عايزاه، وممكن تلاقيني في يوم عامله لك سربرايز وجايبها لك. والله ماشي. ماشي كده خلاص، كده خلصتي كل حاجه؟ ولا في حاجه تانية؟ خلاص خلاص حاجه تانية. يعني انت مبسوطه بتحبيني ولا زعلانه مني؟ بحبك طبعا. قد ايه طبعا؟ قد الدنيا دي كلها، وانا يعني بعشقك قد العالم. قد انت مثلا جبتي حاجات بحبها وانا ما قلتكيش وانا نسيتها. فانت هتجيبها لي السبراز وانت لسه فاكراها. يعني انا ما بنساش حاجه يعني. يعني انا ما بنساش حاجه، يعني انا مثلا انت قلتي لي حاجه انا ما بنساهاش. عشان انا بحبك، عشان انت حب عمري وحياتي كلها. بتعمليني كده بقى ايه؟ بحبك وانت حياتي يا غزل، وانا بحبك والله قوي قوي قوي، وربنا يخليكي ليا ما يحرمنيش منك. وانت كمان هاتي بوسه بقى، بحبك وانا كمان يا يلا قولي لهم باي باي.